أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحقونا. احنا زمان كنا بنقول يا تلحقونا ما تلحقوناش، النهاردة بنقول لكم الحقونا بجد. احنا في أحد صالونات الحلاقة في الجيزة ورطنا حسين ومصطفى، تعالوا كده معانا نشوفهم هيعملوا ايه. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة من برنامجكم قصتك في رمضان. نتعرف بيك جمال سيد صغير. ونتعرف بيك عمد. أستاذ جمال، أنت متعود تحلق في رمضان ولا في الأيام العادية؟ لا طبعا بنحلق قبل العيد عشان الحلقين زحمة طبعا، أنت فاهم الواحد بيقعد بالساعتين وبالثلاثة، بضطر اللي نحلق يعني اللي هو يعني في بدايات شهر رمضان. طبعا. وانت ليك قصة معينة الأستاذ عماد عارفها ولا انت بتغير؟ لا عادية القصة بتاعت انا يعني مش شبابية. استأذنك شوف حد غيرك من اللي بيقص شعرهم. مساء الخير. مساء النور. نتعرف عليك. انا زيك. أستاذ زيكا. احنا بنتكلم عن قصتك في رمضان. هل دي فعلا قصتك العادية ولا دي قصة رمضانية؟ يعني ايه قصة رمضان؟ يعني قصة بخصوص شهر رمضان يعني بالنسبة هتطلع زينة يعني ولا ايه؟ لا اصلا انا شايف انها دماغ غريبة يعني. الدماغ الغريبة دي دماغك انت اللي غريبة. لا انا دماغ عادية. لا انا بتكلم على شكل القصة. لا انا حاسس انها قصة رمضانية شبه الكنافة شوية. عموما كل سنة وانت طيب يا استاذ زيكا. وانت طيب بس. حضرتك سموك زيكا عشان بوجي وطمطم والحاجات دي ولا؟ لا انا من زمان قبل بوجي وطمطم اسم زيكا. كل سنة وانت طيب. سلام سلام. نورت وشرفت. نروح بيحاسب. ستوب يا استاذ علي، بعد ما الاخ يحاسب الاخ جمال كده ليه في ايه؟ شعر بس كده. شعر يعني عندها معقول يعني ما نضفلكش كويس ولا ايه؟ لا نضف شعر بس في شعر زيادة يعني. اهلا وسهلا. نورتنا. الفين وخمسمية شعرة. نعم. الفين وخمسمية شعرة. نزل منك الفين وخمسمية شعرة. عملت حمام؟ عمل حمام كريم. وسبيس كامل. سبري. سبراي. اسالني يعني سبراي رشه جامده ولا لميه؟ رشيت له جامد. ايوه سبراي. وسشوار. سشوار ايوه. وحلق دانه طبعا. حكيت له بكر. حديت له بكر ولا حديت له بكر ولا حاجه؟ حكيت له ايه تانية؟ بكر. بكر بكر الافلام هنا بكر ايه ودش ايه ونمت ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انا أيوة يعني ولا جاي في ايه يا استاذ؟ حكى لك بكر ولا ما حكالكش بكر؟ بكر ايه يا استاذ؟ يعني وانت بتحلق كده ما لكش بقى حكايه بكر؟ بكر هو قال يا استاذ انت في انت بتهرج. وحكي له ثلاث نكت يا استاذي. ثلاث نكت؟ اه. من القدام ولا الجداد؟ لا جداد. جداد. حسابك 172 جنيه. نعم. لا كتير قوي. كم؟ كتير. 172. بتهرج ولا ايه؟ ايه في يا استاذ؟ اقرب اسم هنا واديني ليه؟ ازاي يعني؟ ادفع لك انا 180 جنيه؟ يا استاذ 170 جنيه. 170 كمان؟ 170 جنيه. ليه يعني؟ ايه يعني؟ ايه يعني في ايوه بس. النكت عندكم بكام؟ ب 10. لا انتوا صعب هنا. انا بسمع. خلصني يا استاذ. ايه ايه مش جاي هنا في الاذاعه هنا اسمع ايه ايه؟ بسمع النكته بخمسه بره. ثاني حته؟ هنا عند رمضان. انت تغروش علينا. انا ماليش دعوه. 170 جنيه يا استاذ. هي 5 جنيه. 170. مفيش 170 جنيه. لو ولش عن اهو. ادفع لي اي اسم. يعني ايه اسم؟ مش فاهم يعني ايه يعني. ايه اللي جاي؟ هو كده غصب عنك 170 جنيه. انت بتهرب؟ بعد اذنك. تعالى لي هنا روح لاسم. بس 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 يا ولد امسكوه. طب بعد اذنك. امسكوا. بعد اذنكم بس احاسب. ايه استنى يا استاذ. ليه ادفع 170 جنيه؟ طب بعد اذنك طب احاسب بس عشان امشي. انت عملت لي مشكله يا عم. اتحاسب. انا ماله مالك؟ طب احاسبه عشان امشي. طب ما تحاسبه. خلاص خلاص. حدوته تبكر نشيلها والثلاث نكت تشيلها. يا عم انت في ايه؟ انا جاي احلق ولا جاي اسمع؟ انا عايز افهم حضرتك بتتخانق ليه بس. حضرتك تعبتني. انا احلق عندنا في امبابا ب 5 جنيه. احلق انا ب 170 جنيه ليه؟ في امبابا تحت الكوبري. ليه تحت الكوبري؟ تحت الكوبري يا حبيبي. امبابا تحت الكوبري. انت بتحلق في المهندسين. طب يا حبيبي وتكييف ومحل يا اخويا. انا مال انا ايه؟ نعم. ايه 10 جنيه؟ طب يا بص لي هو حاسب الاول. احاسب انا. يعني هنا في على اسم امبابا ولا
خليه حاسب وبعدين نتصرف احنا. بس هو بس حاسب الاستاذ، حاسب الاستاذ. حسابك كان، حسابك كان على فكره تعبت لي اعصابي. انا تعبتك انا، معلش تعبت لي اعصابي. معلش معلش لا 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 معلش معلش لا لا يا اما طفش انت الزباين، انت طفش الزباين ب 170 جنيه ليه؟ طب مش فاضلك، من فضلك من فضلك احاسبه. لو سمحت ما بكلمكش، بكلمه هو. بص بص مش بص بص حب هوا والنبي، حب هوا يا اخويا، حب هوا يا اخويا، حب هوا يا اخويا، حب هوا يا اخويا والنبي. قال لك ليه انا 170 جنيه؟ حب هوا حاسبه ايه؟ حاسبه ايه؟ ممكن سنه ايه 10 جنيه طبعا. احاسبه وامشي يا اسمي سوا، احاسبه وامشي، احاسبه 170 جنيه ليه؟ انا قاعد فين انا هنا؟ اوعى بس ما تمدش ايدك. لا 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 بنقي زباينك، لا 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 تنقي زباينك يا استاذ، احترم تنقي زباينك. لا 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 انا اصلا بتتعب. لو سمحت لو سمحت من فضلك انا ماليش كلام معاك. لا تتخانق من فضلك انا ماليش كلام معاك. لا 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 تحلل الكلمه قبل ما تقولها. انا ماليش كلام معاك، انا ماليش كلام معاك، انا ماليش كلام معاك استاذ مصطفى. ايوه يا حبيبي استاذ مصطفى زيكا. اهلا وسهلا. اه يا حبيبي. اه يا حبيبي. لا مش جاي هنا تاني. لا لا لا. لا, لا, لا. اما تختار زباينك بعنايه انا هبقى اجي المحل ده. من فضلك. من فضلك. قول لي حسابي كام عشان انا مضطر امشي. من فضلك. يا خراب على العالم. على فكره النكت اللي قالها لي ما عجبتنيش، والنكته الاخرانيه ضحكت عليها بس الاستاذ خلاني خلصت الضحك بدري. يعني كده انت تحاسبني على الثلاث نكت بس الاولانيين، الرابعه مش حاسب عليها، الضحك اتقطع عندي، باظ باظ باظ. اسف. انا 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 معلش انا معلش. في ثلاث نكت جداد انا بقى احكم لك. لا مع المره الحلقه الجايه. انا مع اعصابي تعبانه دلوقتي. حاسبه بيه خليه اعصابي تعبانه. حتى الحدوته ما ركزتنيش. يشيل الثلاث نكت، شيله الثلاث نكت. لا 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 انا مصمم احاسب عليهم، انا مصمم احاسب على النكت. معلش سوري معلش. ده باين ايه بس 2030 شعر. ما تحلقوش يا استاذ، ما تغلطش لو سمحت. انا بقول لك 150 جنيه حسابه كام؟ ليه بتقطع مني؟ حسابه كام؟ بتقطع مني عشان تحسب لي. حسابه انا هحسب له. ليه يا جدع انت تحسب لي ليه؟ يا عم انا هحسب لك. انا هحسب. هتحسب لي ليه يعني؟ هحسب. حسابه كام قلت لي؟ هتحسب لي ليه يا جدع انت بتنرفزني ليه كده؟ بالراحه عليا. ليه انت بت... الله. حسابه كام؟ حسابه ايه اللي حسابه كام؟ بتقطع منه ولا ايه؟ انا اجدع منك. لا مش اجدع مني. اجدع منك وهحسب لك. لا ازاي تجدع مني؟ شكلك كده يا عم توعى بقى. شكلك كده بقول لك يا استاذ انت. شكلك بقول لك ايه تحسب لي؟ لا 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 خلاص يا عم. الله خلاص يا عم انت بس. خلاص 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 أنا أول مرة أشوفك هنا صح؟ أنا سعادتي أول مرة أشوفك برضه. أه أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك. أنت نورتنا. الله يخليك. هي باينة نورة أصلاً. هي منورة خلع. الله يخليك. يعني هي مش محتاجة. سامبو. أيوة يا باشا. أنت حكيت له فيلم قديم ولا فيلم جديد؟ لا حكيت له فيلم لسه ما اتصورش. فيلم لسه ما اتصورش؟ لسه ما اتصورش. طب ده كلام برضه يعني ده تقول أسرار الأفلام اللي الناس تزعل كده. معلش برضه ده عميل برضه داهم معانا برضه. ده فيلم إيه ده؟ والمسلسل لما أديت له مسلسل إيه؟ قلت له مسلسل إيه؟ الشرد. يا راجل الضوء الشرد تقول مسلسل الضوء الشرد. الراجل جاي عايز ينبسط، قول له مسلسل كوميدي لسمير غانم لعادل امام بتاع ناس. ده كلام يا راجل. الكلام ده ولا ايه؟ عليا انا الكلام ده؟ هو حكى لك مسلسل الضوء الشرد. معلش يا استاذ انا شايفك كده كان... اعصابك تعبانه يعني. تعبانه انا سامع كلام مش داخل دماغي. وبعدين اصلا الحلاقه غير ولازم يسجلك ويقعد يعمل فيك عشان يبوظ لك شعرك ويعمل لك اي نيله. أيوة تسجده. أيوة. ايه ده؟ ايه شو الشرد ولا ما يرد؟ انا قاعد في سيما هنا ولا ايه؟ وانت بتضحك عليا لو سمحت. لا انا بقول لي نكت فبضحك عليك. لا بتضحك على نكت، بتضحك على الكلام اللي انا بكلمه. يعني عيب اما يكون واحد بيكلم واحد. لا يا استاذ لا يا استاذ لا 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 يا استاذ انا اسف. لا نكت ايه واحنا قاعدين في هو ما قالكش نكت؟ هو ما قالكش نكت وانت بت اه بيقرا كلام كتير. قال لك نكته يعني ولا ما قالكش؟ ما اعرفش هو بيتكلم وخلاص. ما قالكش نكت بس سؤال. انا ما اعرفش والله العظيم. لو ما قلتلوش نكت هخصم منك بقى. انا قايل له ثلاث نكت. انا قايل لك الزبون عندي هنا يجي المحل يسمع نكت يا افلام اجنبيه افلام حلوه كوميديا. اسمع ايه يا سامبو؟ ايه يا باشا؟ انا هحكي له. احنا الزبون يجي لنا يجي يحلق يجي له اكتئاب. انت انا عاوز امشي ورايا مواعيد. احنا عايزين الزبون يجي هنا يحلق يمشي مبسوط يروح بيته مبسوط مبتسم بيدفع فلوس الزبون. يا سامبو عيب خلي عندك دم. عاوز اتخانق معاه بعدين مشينا انا. اه شوف متضايق ازاي. عملت مشكله من مشكله حضرتك كده مش فاهم. عملت مشكله يا عم. انا تعبان اصلا عاوز امشي ورايا مواعيد. انا ايه يا سامبو؟ خلصني شغل حسابي كام عشان المره الجايه يجي يحلق تقول له نكت حلوه. ماشي يلا. فيلم جميل يا عم. يلا خلصني كوميديا. انت رغاي عاوز الحلقه بتاعك. حسابك يا عم 160 جنيه. نعم
160 جنيه. 160 قرش ولا 160 جنيه؟ 160 جنيه. انت بتتكلم ايه ده؟ 2500 شعره. وبعدين ده هتخرجوا ولا بتتكلم؟ اتشال منك 2500 شعر. يا عم انا كل شعري فيه ايه؟ هي خالص هو حلقه قصتين مفيش ثلاث دقايق. تستقبل كام شعر؟ ده حوالي 1500. 1500 ما هو انت تبوظ الجهاز عندك وتشغل الجهاز عندي. بقول لك ايه؟ معلش بص هو ملخص الكلام كله عشان دماغي مصدعه. هي 5 جنيه بدفعها. ايه؟ 5 جنيه. ليه 5 جنيه؟ ليه بتحلى فينا 5 جنيه؟ هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ ليه انت بتحلى عند جزماتي؟ هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ هاخد 5 جنيه، انا عايز 170 جنيه. هتاخدها ولا مش هتاخدها؟ هنخليهم 150 جنيه. هتاخدها؟ هي كلمة واحدة، اه او لا. حسابك كام يا باشمهندس؟ حسابك كام؟ يا عم استنى انا امشي انا عشان امشي انا ثانية واحدة بس. على فكرة على فكرة وترني جدا وترني جدا 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 وصوته عالي جدا جدا ولا استمتعت بالنكت وضحك بيزعل مني عشان انا بضحك على النكت اللي بيقولها. بضحك على الكلام اللي انا بتكلم على الراجل. عمال يقول لي نكت نكت ايه؟ في حلاق بيقول نكت. انا بتحاسب. بص يا بص يا بص يا استاذ زكي استاذ زكي استاذ زكي استاذ زكي استاذ زكي معلش يا استاذ زكي ونبي. بص يا استاذ زكي هقول لك على حاجه. واحد دخل يحلق عنده شعرايه واحده فدخل للحلاق قال له ايه ايه اعمل بيها ايه؟ قال له فرقني شعري. انبسطت يا استاذ. دي حلوه دي بكام دي؟ دي بكام؟ لا دي عندها حلوه. لا 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 والله على حسابنا على حسابنا والله على حسابنا. مش فاهم انت مأزم الامور ليه؟ ده دمه وعسل. طب يا عم شو عايزين تعليق دلوقتي؟ مش فاهم يا حبيبي. ده المحل بتاعنا ده جميل. حسابك كام؟ هو يروح هيحكي لعياله يقول له تعالى اجيب عياله ويحكي النوم. يا عم مش عايزين تعليق. بس صحاني من النوم بعد ما حكى لي الحدوته بهدلني. خلصنا ولا خلصك؟ بص بص لا لا تعالى بس تعالى. انت مالكش دعوه. حاسب انت حاسب انا بس بره. ما تقوليش بره. طب انا حاسب. انت يا عم مستدخلين نفسك عليا. طب انا احاسب. انا احاسب يعني انت مستدخل نفسك عليا؟ لا انا حاسب. انت حاسب انا مالي انا ما حاسب. حسابك كام معايا يا استاذ؟ بس خليك بره المكتب بقى. ايه 5 جنيه؟ بتعلى ب 5 جنيه؟ انا بعلى ب 5 جنيه. في حد في الدنيا بيعلى ب 5 جنيه؟ بعلى ب 5 جنيه. عاجبك ولا مش عاجبك؟ مش خلاص انا هحاسب. بص حضرتك يا عم تحاسبني ليه انت؟ ده كده ناخد 20 جنيه وامشي. انت ما تحاسبش مالكش دعوه. كيلو لحمه بكر اهو. انا هحاسب وامشي. طيب ايه؟ انا عارفك. حسابي له الاستاذ كام؟ حساب انا كام؟ 150. هو حسابه كام؟ طب انت تحاسب لي ليه؟ هو حسابه كام؟ نقي زباينك اكتر مني. تنقي زباينك يا عم. اتفضل انا مش اجدع منك ولا في ايه؟ انا هحاسب ليه؟ هحاسب لك انا. انت بس تغنش نفسك على عيني. طب في ايه؟ طب فين الزباعه؟ We'll be right back.